أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من أحل الغناء والموسيقى؟ هذا يعتبر خطأ وغلط، لكن نظر لما في ذلك من الخلاف قد يكون يحسب أن الخلاف من دليل على الجواز، يكون يعذر بإطلاق الكفر عليه، لكن يقال هذا خطأ وهذا ضلال نظر لما فيه من الاختلاف بين العلماء. مسألة هذه مختلف فيها، لكن الصواب والحق أنها حرام، لكن قد يكون ظن أن القول الثاني أنه صحيح ولم يتعمد يعني استحلال الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا من التأويل، يعتبر هذا من التأويل الذي يعذر به، لكن هي قال ما عليك ولا هذا بخلاف، يقول لا أنت آدم وهذا شيء لا يجوز، يكون فيه خلاف ما يبيح لك، ما يكون هذا دليل على أنه جائز. نعم.